أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. في كل حلقة بنستضيف أسرة مصرية جديدة، بنقرب منهم، بنتعرف على أفرادهم وبنشاركهم مشاكلهم، أحلامهم، طموحاتهم. المجال دايما معانا مفتوح والحوار دائما بيمتد، والأسر المصرية اللي بتشارك في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي. فتابعونا وهذه الحلقة الجديدة من بيت العيلة. ترك دراسته وهو في المرحلة الإعدادية ليواجه الحياة العملية بمفرده. إنه لم يحصل على أي شهادات تساعده على تحقيق كل آماله وأحلامه، فقرر أن يلتحق بالدراسة مرة أخرى حتى وصل إلى السنة الثالثة بكلية الحقوق الآن. فهيا معا نستعرض مسيرة كفاحه هو وأسرته لنقدم نموذجا رائعا للإصرار على النجاح. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في بيت العيلة. في بيت العيلة دايما بنبقى حريصين ان احنا نستضيف أسرة مصرية من شرائح مختلفة في المجتمع. بنحاول ان احنا نتعرف على افكارهم، مشاكلهم ايه. النهاردة معانا شريحة هي بتمثل نسبة كبيرة جدا في مجتمعنا المصري، وهي شريحة او طبقة العامل المصري، بمشاكله، باحلامه، بكل تفاصيله، باسرته اللي مشرفانا النهاردة في الاستوديو. معانا اسرة الاستاذ طارق الشيخ، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. الأستاذة أمال، أهلا بيكي. ومعانا بقى الأولاد، هما مش كلهم حاضرين، هما ما شاء الله خمسة. معانا منهم سارة، أهلا بيكي يا سارة. ومعانا إسماعيل آخر العنقود، ولا في آخر عنقود لسه؟ جانا آخر العنقود، أهلا بيكي يا إسماعيل. إحنا عندنا الأسرة مكونة من حمادة الكبير على اسم الأب عندك، ومين تاني بقى عرفنا بالأسرة؟ هو حمادة عنده 20 سنة، وسارة 19، وفي نورهان في اولى اعدادي، واسماعيل في اولى ابتدائي، وجانا عندها سنتين. وجانا عندها سنتين. وسمينا حمادة على اسم الاب عندك، وسمينا اسماعيل على اسم والد الزوجة زوجتك. يمكن حمادة ممكن كنت اكتفي ان انا اقول لكم عامل مصري واناقشه في مشاكل العمال في مصر ايه، شركته بعد ما كانت قطاع عام وتحولت لقطاع خاص، في مواضيع كتيرة. لكن في موضوع استوقفني احب ان انا ابدأ به الحلقة النهاردة، وهو ان طارق كان معاه الشهادة الابتدائية فقط، لكن حصل موقف استوقفه، كان نقطة تحول في حياته، ونسمع منه هو بقى. اتفضل. هو انا جيت في 2004، كان اخويا الكبير محاسب، ابنه كان داخل الكلية الحربية، فجاب لي الاستمارة عشان املاها، ففي بند فيها حتة ان انا اكتب الاسم والسن والمؤهل وكده، فانا وقفت عند المؤهل لان كنت سايب الدراسة من ثالثة اعدادي. طبعا فكرت ان انا الاستمارة دي ببلها لحمادة ابني او لسارة، ان كانوا هما اللي موجودين في الوقت ده. فاخدت قرار ان انا لازم اكمل تعليمي، ولازم ان انا يعني اخليهم ان هما يعني يتشرفوا ان باباهم مش يعني مش واحد عادي او ملوش لازمة. يعني سارة، الموقف ده من بابا معمول علشانكو، خاطر ولاده يتشرفوا بيه، بتحسسوه ان انتوا حاسين بالموقف ده؟ اصل ده مش سهل على اي حد انه يبدا في السن دي يذاكر، يحضر مع ناس هم اصغر منه، فانتوا حاسين بقيمه اللي عمله؟ ايوه، وتصرفنا بيه جدا لما عمل كده، ومتصرفين بيه طبعا من قبليها، ودي حاجه خلتنا احنا كمان عندنا يعني عندنا الهدف ان احنا نكمل ونساعده كمان في اي حاجه. انا عايزه ارجع بقى اعرف الموضوع بالتفصيل. كتير منا بياخد قرارات كتير قوي في حياته، لكن علشان القرار يتحول لخطوة عملية للتنفيذ، عايز التنفيذ مش اي حد.
اخدت القرار والتاني يوم قمت رايح يعني بعدها على طول نفذت؟ لا انا اقول لحضرتك، انا الموقف خدته فجيت لما رحت الاداره التعليميه اللي انا تابع ليها، فبتكلم معاهم بقول لهم ان انا عايز يعني استعيد ان انا اكمل وكده، فقالوا لي هتروحي المدرسه بتاعتك. لما رحت المدرسه بتاعتي لقيت الاولاد كلهم صغيرين كده، فبصراحه بعد ما قدمت وخلصت وطلع رقم جلوس فما رضيتش اروح، فقعدت صعب. فكرت هو احساس كانت صعبه صعب قوي على اي حد. فجيت السنه اللي بعدها فخدت قرار قلت لا انا هروح، فربنا كرمني باحد زمايلي قال لي يعني ان في مدرسه تانية فيها اعمار يعني كبيره وكده، فرحت قدمت زيك فيها. انت لقيت ناس قريبه مني من السن، لقيت ناس في نفس ظروفك قريبه منك في السن يعني مش انت الحاله الفريده. لا 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 في حالات كده لقيت في حالات بس مش كتير كانوا قليلين، فده ساعدني ان انا رحت كملت وبعدها ذاكرت. كان عندهم دوافع مختلفه عنك؟ كان كل اللي عايزينه ان هم عايزين يوصلوا ان يبقى معاهم اهل متوسط بس. ايوه علشان برضو ولادهم عشان يلاقي وظيفه. لا هي عشان يحسن المستوى في العمل بس، انما انا ما كانش انا الشهاده اللي انا بفكر فيها حاليا دلوقتي واللي انا يعني مجتهد فيها حته ان انا بيتي مش العمل. عشان ولادك؟ عشان ولادي. انت وصلت لايه بقى من الاعداديه؟ درست لغايه ايه ووصلت لايه دلوقتي؟ انا حاليا دلوقتي في كليه حقوق ما شاء في سنة تالتة. واخترت حاجة صعبة، حقوق ده أول سنة حقوق دي اللي بيعدي منها بصعوبة جدا يعني. فالحمد لله يعني ربنا وفقني وبرضه بمجهود ناس زمايلي محاميين برضه قعدوا معايا وكانوا بيقولوا لي مثلا في القانون كذا وكذا تقرا فيه والكلام ده، فدول ساعدوني وسهلوا عليا العملية. طب ايه المشاكل اللي ممكن تقابل واحد حس ان هو فاته التعليم وان مش ده طموحه ومش ده حلمه عايز يلحق يمسك الحلم؟ لا ايه المشاكل اللي ممكن تواجهه تاني؟ يعني ايه المشاكل اللي واجهتك تاني غير ان انت بتلاقي زمايلك اطفال؟ لا والله هي حته الوقت، عشان طبعا في شغل وفي البيت وطبعا موضوع الاولاد، فطبعا دي مش سهله على حد ان يسيب بيته ويسيب ولاده، وحته ان هو طبعا اطلع من الشغل اروح الجامعه والكلام دوت. هنا نيجي الأستاذة أمال بقى اللي هي تحملت هنا عبء زيادة، أكيد أنت يعني إنه طول اليوم في شغله وكمان يروح يدرس بعد كده، ده غير إن هو أكيد في مذاكرة، فهنا أنت العبء بقى تضاعف عليكي. بتعملي إيه بقى؟ يعني مقتنعة من جواكي إن دي حاجة بتعمليها فعلا في الآخر ليكوا، هو بيعمل كده ليكوا. أيوه ليا برضك. حساها إنها فرقت معاه في الشخصية؟ لا زي ما هو. انا ما اقصدش فرقت بطريقه سلبيه، وممكن فكره بقى احسن، بقى طريقه تفكيره نظرته لامور كتير معالجته المشاكل مثلا اختلفت. انت حسيت ان فرقت؟ لا انا شخصيتي الحمد لله من ساعه ما اتولدت انا حاسس ان انا زي ما انا في كل حاجه، بس في التعليم برضو ماشي. ما اصل الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ربنا مديني قدره ان المكان اللي انا فيه بدي له حقه، يعني لما بكون في النادي بدي حق النادي بتاعي، لما بكون في شغلي بدي حق شغلي، لما بكون في دراستي برضو نفس الحكايه، فكل حاجه بديها حقها. انا عارفه عنك ان انت رياضي كبير مارست كل انواع الرياضه. انا راجعه لك مره تانية بس ساره بقى، بابا لما عمل الوقفه دي في حياته كانت درس ليكي؟ يعني فرقت معاكي انت؟ ايوه خلتني اهتم بالتعليم جدا، ما سيبهوش، اهم حاجه التعليم بناء عن اي حاجه في الحياه، هي اهم حاجه التعليم. اللي خلاني هو يقعد كل ده وبعد كده يجي بعد كده يدرس تاني علشاننا. لا فالتعليم حاجه هدف اساسي اصلا. ايوه طيب انت ايه بتدرسي ايه بقى؟ خدمه اجتماعيه. ليه اخترتي الخدمه الاجتماعيه؟ هو انا ما اخترتهاش، انا كان نيتي ان انا فنون جميله، بس كنت عايزه ادخل فنون جميله قبل ما ادخل ثانويه عامه، بس قالوا لي ادخلي اول ثانويه عامه وبعد كده ادخلي جامعه فنون جميله. بعد كده دخلت بس ربنا ما كرمنيش، وبعد كده دخلت خدمه اجتماعيه لقيت ان هي كويسه وبتساعد ناس وان هي بتخلي الواحد اجتماعي اكتر، فدي حبيتني فيها ومكمله. بتخلي فيه احتكاك فعلا بالمجتمع. أيوة. اللي بيدرس خدمه اجتماعيه وخلتني ان انا اقدر افهم كل واحد وان انا اتكلم مع اي حد، وخلتني يعني وعيت لي في مخي جدا. يعني فرقت معاكي في شخصيتك جدا. اللي اعرفه ان انت ليكي كمان هوايات، رسم وانشطه مسرحيه فنيه يعني. رسم ومسرح. انا كنت بشارك في المسرح في اعدادي وفي الجامعه. مسرح بقى تمثيل؟ تمثيل.
وفعلا حاسه ان عندك موهبه التمثيل، يعني جدا. تتمني انت تحترفي والله التمثيل؟ جدا. بابا ما عندوش اعتراض؟ بابا يعني ديمقراطي لحد ولا شويه عندك اعتراض؟ يعني هو الاول كان بيقول في الاول كان بيقول لي ماشي مثلي، انما في اعدادي وثانوي في عادي. فلما جيت في حته الجامعه هو شايف ان انا ممكن موقف مثلا ان انا ممكن اتحرج الكلام ده، فان انا مش هبقى قدها ان انا ابقى واقفه قدام مسرح وقدام الكل. فساعتها كان بيقول لي لا يعني شويه. هو اعتراضه مش على المبدا، هو اعتراضه انت قدها ولا لا. يعني بس ده اللي اعتراض. أيه. انت حاسه ايه بقى من جواكي؟ حاسه ان انا قدها، وحاسه ان هي حاجه كويسه جدا ومش حاجه ان هي غلط والكلام ده. بس طيب الواحد لما يكون عنده موهبه مش المفروض ان هو يثقلها بقى بالدراسه يعني المفروض ما لقيتش حاجه توفق ما بين الاثنين، يعني دي ودي. لما لقيت مسرح مثلا في المعهد اضطريت ان انا اشارك فيه والكلام ده، ان انا حاجه تساعدني، حاجه ان انا امارس فيها. معهد السينما، معهد فنون مسرحيه بعد كده حتى بعد ما تتخرجي، يعني مش بتفكري يعني انت ما تشجعش حاجه يعني زي دي على لا هي على فكره احنا في عندنا في عصب اساسا في العيله، الاستاذ مغري، الاستاذ كمال الشيخ الله يرحمه قريب ليكوا. يبقى ابن عم والدي على طول. ايوه فحته في يعني فني في العيله. ابن اخويا ممثل في المعهد وجاله كام عرض في التلفزيون برضه. هو مخرج. ايوه مخرج ومنتج. ففي تجارب لافراد من العائله، وفي الاستاذ كمال الشيخ ده استاذ يعني طبعا يعني. طيب عايز اتكلم معاك بعيد عن العمل الاول. عايزه اقول لكم اقدم لكم نواحي اخرى في شخصيه الاستاذ طارق الشيخ. هو غير ان هو طموح وكمل تعليمه وان شاء الله يكمل للاخر بامر الله، واكيد خلاص انت قطعت الشوط كله يعني، انت فاضل لك خطوه. هو كمان عنده بقى نواحي اخرى في شخصيته. الرياضه مثلا كلمنا عنها. انا لعبت كوره لغايه 95، وبعد كده لعبت كره طايره ولعبت هاند بول. الحمد لله في كل الالعاب اللي لعبتها يعني اساسي في الفرق كلها. ايوه. وكنت بطل على منطقه حلوان في تنس الطاوله الاداره التعليميه، ده في اعدادي. والحمد لله دخلت فرقه الرمايه، لعبت بندقيه يعني فتره كبيره، ولعبت برضو طبانجه، والحمد لله حصلنا على مراكز كتير. أيوة. وبالاخص طبعا الطبانجه، انا حصلت على بطوله واحده بندقيه كانت 2009، قبلها طبعا كان طبانجه كتير يعني. انت في الاخر دلوقتي انت متفرغ بتلعب فقط رمايه طبانجه او بندقيه. طيب بنسمع عن بطوله شركات وبطوله الجمهوريه لشركه كذا وشركه البطولات دي ايه يعني؟ دهاليزها ايه ومشاكلها ايه؟ والله مشاكل بطوله الجمهوريه ان 90% من الفرق المشتركه مش عمال. المفروض إزاي؟ ان هي معموله للعمال. لان هي اسمها بطوله الشركات، بطوله الجمهوريه للشركات. احنا بنفاجئ ان في يعني احد الفرق اللي هو يعني حاصل على المراكز الاولى على طول، يعني بيجي مثلا بيجيب بنت مثلا زي ساره بنتي كده بتيجي تلعب. يعني انا كسني فوق ال 40 داخل على ال 50، طبعا سني مع بنت عندها 20 سنه او اقل من كده، او ولد في نفس المرحله، طبعا ما في فرق شاسع. هو مش المفروض يكون في لوائح او قوانين ما هم بيلعبوا هذه البطولات؟ مش هم بيلعبوا لعبه في حته العقود، ان هو بيجيب عقد قديم، ويعني اكن اللاعب ده موظف عنده، وده اساسا مش موجود. بيتلعبوا دي يعني. دي 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 انا لما اجي احسبها كلاعب مش غلطه الانديه، دي غلطه الشركات. ايوه غلطه المسؤول. أيوه. رئيس الاتحاد المصري للشركات ده المسؤول اساسا، لان أيوه. انا المفروض انا يعني ولد عنده 20 سنه، طب ماشي، طب ما معاه كارنيه جامعه او بيدرس او بيكمل ايا كان، طب ماشي، طب منين هو بيدرس ومنين هو موظف؟ ايوه فالمفروض يسأله على حاجه زي كده بالظبط. طب ليه احنا بقى كافراد شعب، انتوا كمتضررين بالدرجه الاولى، ليه بتاخدوا موقف سلبيه؟ يعني ليه ما بتحاولوش ان انتوا تجمعوا بعض وتقدموا شكوى، تثيروا الموضوع عند المسؤولين؟ اتكلمنا كتير، اصل احنا كلنا بالظبط حوالي 3 شركات اللي يعتبروا شغالين، والباقي كله بقى نظام احتراف. ايوه يعني واحد يعني مثلا احنا بنلعب انديه وشركات، فهو بيجيب واحد بيلعب انديه ده عادي ما فيش مشكله،
في نفس الوقت يقوم عامل له عقد سوري كده ان هو في الشركه، هو اصلا مش في الشركه. لا انا بتكلم على انا فاهمه، على الاتحاد. انا بتكلم ان انتوا خطبنا، خطبنا الاتحاد خطبنا الاتحاد واتكلمنا. السنه اللي فاتت السنه الوحيده اللي عملوها لغوا لعيبه المنتخب ان هي تلعب شركات بس. لعيبه المنتخب بس. ايوه. طب ما هو برضه، طب ما هو اللي هم الاولاد التانيين اللي بيلعبوا دول سنهم صغير، ما هو ارقامهم قريبه من المنتخب. ايوه. لان برضه سنهم بيسمح لهم ان هم يدوا طاقه اعلى مننا. أيوة. لان احنا يعني انا مثلا بخلص شغل الساعه 3:30. الساعه 3:30 دي انا من الساعه 7 للساعه 3:30 ممكن اكون ما قعدتش. فمنهك غير تعبان، رايح التمرين. انت موظف، فلازم يكون اللي بينافسك بنفس ظروفك، لان ده ظلم. صح. يعني فنفس عمرك كمان. الاعمار تبقى متقاربه، لان ده يعني انا كنت بكلمك في الموضوع قبل التسجيل. انت وريت لي بعض المشاركات المنافسين ليك. سن صغير جدا في سن سارة او في سن حماده، سن سارة بنتك. فحاجات طيب. انا على ذكر ان انت بتقول دلوقتي في كلامك ان انا من الصبح من الساعه 7:30 للساعه 3:30 انا بشتغل، وبعد كده انت عندك جانب تاني في حياتك والتزام تاني وهو الدراسه، المذاكره وفي الدراسه. طب بتوفق ازاي بقى؟ انت ما شاء الله يعني عندك 5 اولاد ما شاء الله، وبعدين ما فيش تنظيم اسره خالص يا استاذه امال، انا ملاحظه. لا 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 يعني مفيش خالص. ها لا في والله، بس دي نقطه تانية انا هكلمكم فيها. يعني انا مستوقفاني برضو. بس الاول انت ازاي بتنظم بقى وقتك؟ ده عايز فن، اداره الوقت ده عايزه فن يعني. لا والله انا بخلص شغلي بروح اتغدى وبريح لي مثلا ساعه او ساعتين، وبعد كده بقوم بنقعد مع بعض وكده، وبالليل بحاول ان انا اقرا اي حاجه بس. ما زي ما بقول لك، هو اداره وقت يعني. دي فن يعني. طيب بالنسبه بس بقى، بس بحاول ادي كل حاجه حقها على اساس ان ما يعني ما اثرش مثلا في شغلي. ما حسيتش ان في جانب انت مقصر فيه؟ لا لا الحمد انت لله. انت قلت لي قبل التسجيل حاجه ثانيه، انت قلت لي جانب البيت انا لا 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 فيه. هو كان في البيت في بعض الاوقات مش كتير. ايوه. لان انا اوقات بروح الجامعه جمعه وسبت، فده برضو وقلت لي انا بسيبهم كتير علشان برضو الرياضه، بنسافر اللي هي الماتشات. بالظبط. الماتشات نسافر الماتشات بنقعد اوقات. فهنا استاذه امال بقى لازم نديها حقها. ماشي اوكي. يعني انت اديتها حقها قبل التسجيل، فلازم برضه تديها حقها في الحلقه وهي مسجله. والله يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك لها، وهي سبب كبير في تعليمهم مش انا برضه. واكيد شجعتك في قرار ان انت تكمل. هي اللي وقفت مع حماده وساره في بدايه تعليمهم، وهي اللي كانت يعني في اللي هي الفتره بتاع الحضانه كان برضو بيجي وبترجع لهم وتقعد تقرا لهم واكتب كذا واعمل كذا، وتقعد تلعبهم وتجيب لهم حاجات على بتشجعهم. أيوة. فيعني الفضل ده ربنا وسبحانه. خمس اولاد يعني مسؤوليه كبيره في الزمن ده. صعب قوي يعني. 5 اولاد من كل النواحي، ماديه ومعنويه ومجهود ومراقبه، احنا في زمن صعب. فانت كنت بتقولي لي انا بلف حوالين نفسي، انا مش لا والله انا كان معايا حماده وساره ونورهان. ايوه. فهو بقى عمال يقول لي لا عايزين ولد كمان عشان ما تبقاش وحيد وكده. ايوه. فربنا رزقنا بقى باسماعيل. الحمد لله. بس انت قادره يعني. الحمد لله. طيب انا كنت بسالك سؤال، بقول لك بتبقى فرصه لما بلاقي زيجه ناجحه قدامي فيها نجاح كبير بنسبه كبيره باين واضح يعني، ان انا اسال طيب كنصيحه للشباب اللي دلوقتي بيستسهل الانفصال حتى لو في اولاد، ازاي يعدوا السنوات الاولى؟ ازاي يعدوا الصعاب اللي بتقابلهم ومشاكل الحياه واللي هي كل مدى بتبقى فيها قسوه اكتر من الاول؟ هي بسبب الاطفال طبعا. ازاي عديتوا المشاكل دي ازاي؟ لا هي كان في البدايه كان في مشاكل طبعا، لان كان في البدايه كانت المرتبات ضعيفه جدا، فطبعا ما كانتش تساعد على تكوين اسره ولا. رغم كده انتوا خلفتوا 5. لا 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 هي البدايه كانت صعبه بس. البدايه بس. بعد كده الحمد لله رب العالمين، ربنا يعني بدات الدنيا تبقى كويسه. فده برضو يرجع برضو ان والدي الله يرحمه كان بيساعدني. ده طبعا ما ينفعش ان واحد ينكره اساسا. بصراحه كده مين بيمتص التاني اكتر؟ مين بيعدي اكتر وبيضحي اكتر؟ الغضب يعني؟ لا طبعا هي. انا والله بستحمله كتير الصراحه.
شفت ده استاذه امال نقط يعني. انا بقول لك انا بستحمل يا رب يرضوها يعني. انت بتستحملي؟ والله بستحمل كتير كلهم عشانهم برضو عشان خاطر الولاد. والله. طب انا على فكره اول مره من يمكن من تاريخ بدايه البرنامج ما سالتش السؤال التقليدي بتاع كل حلقه. اول تعارف واول لقاء يعني جواز الحب ولا ما كانش حلو؟ ما كانش حلو. احنا اللي كان قصادنا يعني. ما كانش حلو اول لقاء ما كانش حلو. ازاي؟ كنا رايحين فرح بتاع واحده قريبتي. فالمهم احنا رايحين فصدفه ان احنا قعدنا كنت انا قاعد والدتي وبعد كده هي. فقاعدين بنتكلم فهي بتتكلم فانا ما كنت شايفها في نظري ان يعني حاجه صغيره لسه وكده. هي انت انا اللي اعرفه ان انت اتجوزتها وهي 16 سنة. طفله يعني. ايوه طفله 16 سنه. انا باباها دلوقتي. ايوه على فكره هو اكبر مني 9 سنين. ايوه بتتكلمي دلوقتي ايه في موضوع العمر دلوقتي؟ برافانت خلاص. ايوه فجينا فوالدتي قعدت كلمتني عليها وكده فانا شايفها انها صغيره فحسيت ان الموضوع يعني مش هينفع. فقلت لهم خلاص ماشي اوكي شوفوا الدنيا فيها ايه وعادي. فانا يعني كان اعتقادي ان هم هيروحوا ويجوا. لا عشان ايه؟ عشان فرق السن ولا عشان ايه؟ لا انا يعني حمايه الله يرحمه كان صاحبي. ايوه كان مش صاحبي السن. لا هو اكبر كان يعني بس ايه انا كنت كده. بروح اقعد معاه يعني في يعني حته حب كانت بينه وبينه فكان يعرف عني حاجات كتيره. فانا قلت بقى ايه اكيد بقى هقول بس شقاوت بقى يبقى خلاص بقى خلاص إيه؟ بقى هو عارف. لا ده انا عارفه وفاهم ولا فلقيتهم لما جم بيقول لي ده كلهم موافقين فانا استغربت. اختي الكبيره ربنا يعني. استنى انا قلت لبابا يشوفه هو يعني لو كان موافق عليه ماشي وموافقش خلاص. أيوة. كان عادي يعني مفيش مشكله يعني اللي كان الله يرحمه بابا كان اللي يقول عليه كان هو اللي يمشي. زي الكلام دلوقتي ايوه لا ده حاجه تانية. دلوقتي الموضوع مختلف تماما يعني. لا دلوقتي حاجه تانية خالص. لا لا ويعني هو لو كان قال لا كان خلاص يبقى هي لا. أيوة. مع انك انت مش من جيل يعني بعيد يعني انت لا بس احنا كنا يعني بنسمع كلامه جامد قوي صغيره يعني. يعني اللي كان كلمه اللي هو اللي يقول عليها كانت خلاص. حتى في موضوع زي موضوع الجواز ان هو انت اللي هتعيشي مع زوجك مش باباك يعني. ف غريبة هو يعني هو كسن وعارف كل هو حاجة عارف يعني عارف أكتر مننا. أيوه. وهو اللي شايفه يعني في مصلحتنا هو اللي يمشي. طب باباك يوافق فانت خلاص. لكن انت من ناحيتك ما كانش فيه برضه راحة اعجاب؟ لا لا اكيد فيه. لا كان فيه برضه. ايوه انت واضح ان كان فيه يعني. بس وقتها لو كان قال لا كان خلاص برضه الموضوع انتهى خلاص. لا ايوه بس هو قال موافق قلنا خلاص. هو يعني ايه يعرف اكتر مننا وعارف يعني. يبقى نقول بقى ان لما امال بتستحمل طارق بدون القاب كده لان هو ليه رصيد عندها وذكريات حلوه. وبعدين انا مش عارفه انتم متفقين معايا ولا لا الجواز بعد ما بيكون في اولاد وبعد ما بيكون في بين الزوجين تفاصيل كتير وعشره بيبقى تاريخ بيتحول لمؤسسه. فأي قرار صعب زي قرار الانفصال أو أي قرار مصيري لازم بيبقى التفكير فيه بتأني قوي. معايا ولا لا؟ لا 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 الحمد يعني لله دي بعيدة الحمد لله. في أي مشاكل؟ لا في مشاكل على فكرة. لا على فكرة هي جميع الأسر المصرية كلها فيها مشاكل. أيوه بس بترجع للعقلية بقى اللي هي تقدر تحل المشكلة دي أو اللي هي يعني يحاول يسيطر إن محدش يتدخل. لان حته ان الدخول في الاسره هو ده اللي بيعمل مشكله. يعني انت شايف ان من مقومات نجاح اللزيجه دي ان انت كنت المشكله مش داخل البيت يدخل خالص ممنوع نهائي. احنا كان في ولا بعض حتى الاب لا لا لا, لا احنا كان في بعض المشاكل كانت ممكن مثلا ان هي كانت تروح تقعد عندهم مثلا يومين او حاجه مفيش حاجه حصلت. ما بتتكلمش مع حد. أي. يعني في ايه مفيش حاجه لغايه ما ترجع البيت. ايوه انت شايفه ان ده من اسباب نجاحكم مع بعض. ان محدش ده حقيقه, واجي. ده حقيقة. لا مش بقعد اتكلم بقى ولا ايه اللي حصل ولا مش ايه اللي حصل. قولي لي يا ساره يعني لما بتسمعي كده الكلام ده تتمني ان انت تتجوزي جوازه كده بالشكل ده بالظروف دي ولا عايزه تحلمي بحاجه مختلفه؟ لا انا حتى في دماغي ان اللي انا هتجوزه يكون فاهم عقليتي ان انا مش اي حد هتجوزه ان انا عصبيه جدا ومش اي حد يسيطر عليا. دي النقطة الوحيدة اللي ممكن اختلف عن اي حد. انا ما بحبش ان حد يسيطر عليا وكده. وحكاية ان التدخل في الاسرة اي تدخل في الاسرة بيفككها بمعنى اصح.
انت يعني عايزه جوازه يكون حد بيحترم عقليتك كل حاجه بالنقاش والتفاهم، مفيش حاجه اسمها اوامر او قمع او كده. فهي دي شروطك الاساسيه، ودي شروط جيلك كله، انت بتمثلي هنا جيل باكمله يعني. طيب نرجع بقى نتكلم على جزئيه مهمه جدا بصراحه كده، انا ما صدقت ان يكون ضيفي عامل من عمال مصر المحترمين اللي مشرفينا، اللي انا بتمنى ان نظره المجتمع للاسف نظره لسه مش يعني المفروض تبقى احسن من كده، لسه المجتمع بينظر للعامل لا يعني هو مختلف عن الدكتور، هو مختلف عن المهندس، كل الشباب يتمنى يبقى قاعد على مكتب، لكن مفيش حد يتمنى يبقى عامل، يبقى متخصص في مهنه او حرفي او حاسسها لمسها النظره دي للعامل في مجتمعنا. هي حاليا في مصر كله عايز يقعد على مكتب، محدش عايز يشتغل، رغم ان احنا لو بصينا المفروض يعني عشان نكون كدوله ونبقى صح، المفروض ان احنا نبدا بدايه من الراجل اللي واقف على الباب لغايه مدير المصنع، احنا كلنا بنكمل بعض، فالمفروض ان الراجل اللي على الباب ده يحترم، المفروض الفني يحترم، المفروض الراجل اللي على المكتب يحترم، كل واحد يحترم وكل واحد يشوف شغله ويدي على قد ما يقدر عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يقبل حتى المرتب اللي داخل له يبقى حاسس بيه. انت شايف ان العمل المصري في موضوع مظلوم. الضمير مظلوم، مظلوم كتير، لا ما له وما عليه. انت دلوقتي كلامك معناه ان مش كل العمال بيحللوا مرتبهم بالعامي كده يعني ببساطه كده. هو لا، هو في نسبه قليله، نسبه قليله اللي هي بتحلل، اللي هي بتشتغل بضمير، اللي هي بتشتغل بضمير وفي نفس الوقت حقها مهضوم، مش واخدين حقهم. في ايه بقى؟ ايه مشاكل العام المصري من خلال بقى الواقع بقى اللي انت بتمارسه؟ والله والله حضرتك انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا يعني بالنسبه يعني لطبيعه شغلنا احنا في طيب ناس. طيب نعرف بقى الناس بطبيعه شغلك الاول، فني فحص يعني. انا ايه؟ فني فحص، في ده يعتبر اللي هو تفتيش. ده حته ان انا مثلا بطلع بمر مثلا على سير، على معده، على اي حاجه بشوف فيها مثلا في حاجه خطا، فبكتب تقرير عنها بصورها وببعت على اساس ان الناس اللي شغاله فيه ان هي تتابع وتعمل الحاجه دي عشان ما تحصلش كارثه. يعني انت بتلحق المشكله قبل وقوعها؟ المفروض قبل وقوعها. بملاحظتك انت بتلاحظ، يبقى لازم عين فاحصه، لان ده اساسا ده مرور يومي. صعب جدا على فكره ده مرور ان يومي. انت تلحق المشكله قبل وقوعها، ده يعني ما هو ده بيرجع وظيفة صعب. ما هو ده بيرجع لاني انا مرور يومي، مش كل ثلاثة، لا كل يوم بمر على الحاجه دي، فانا بلحق الحاجه. يعني مثلا ممكن يبقى في حاجه مثلا فيها نقره خفيفه، النقره دي ممكن تعمل كارثه بعد كده، فانا ببلغه بيها فبيلحقها. ايوه تمام. طب انا كنت بعرف الناس بطبيعه وظيفتك تماما عشان اسمع بقى المشكلات بناء على كده يكونوا يعني متجاوبين معايا مشاهدين. اتفضل بقى. مشكلات بقى اللي بتواجهكم من واقع ان انت ايدك في المهنه، ايه المشاكل اللي بتواجه العامل المصري؟ ماشي، ما هو في مشاكل كتير يعني. حته ليه بتقول ان حقه مهضوم؟ ما حقه مهضوم لان بيشتغل وما بياخدش حقه. ايوه، في المقابل ان في ناس ما بتشتغلش بتاخد قد اللي هو شغال مرتين ثلاثه وما بيديش نفس الانتاجيه بتاعته. توصل لكم فكره ان انت بتحس ان صاحب العمل بيستغلك؟ يعني مش بيديلك حقك، بيستغلك. دي موجوده. موجوده. وصل لك الاحساس ده؟ وصل لي السبب، ان الاداره المفروض ان انا النهارده يعني انا داخل الشركه عندنا من سنه 92، فالنهارده يعني يعتبر حوالي 24 25 سنه. هي احدى الشركات الكبرى جدا للاسمنت على فكره. عشان ما نقولش اسماء. لا لا لا، عشان يبقى عارفين طبيعه الشركه ايه. فمعنى ان بقالي 24 سنه او 25 سنه بدون تقرير امتياز، فده مش خطا مني، ده خطا من الرؤساء اللي مروا عليا على المدار السنين دي كلها. امال تقديرك ايه؟ ايه تقديرك؟ ايه تقديري؟ ان جيد جدا، جيد جدا، ده ما فيهوش اي زيادات. انما الامتياز بيبقى فيه حاجات يعني ماديات زياده، في ترقيات، كل ده احنا ما مرناش عليه. طيب لما نتكلم بوضوح اكتر،
ولا انت من النوع اللي بتقلق لا 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 نتكلم وممكن يتغضب لا عليك لا 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 لا. انت كنت بتقولي قبل التسجيل ان الشلاليه في شركتك وان بعض الاسماء هي اللي بتاخد تقدير امتياز فهي هي اللي كل سنه بتستفيد وبتاخد حوافز هو احنا في عندنا يعني كشف كده اسماء العاملين بالاقسام نفس الاسامي في كل قسم كربون كل سنه هي ممتاز ايوه هي يتعمل مشرف يتعمل رئيس قسم يتعمل والباقي كله ما فيش ايوه فانا النهارده انا لو انا مسؤول انا هاجي تعالى الناس القديمه دي كلها اللي بقى له 20 سنه و15 سنه واكتر من كده الناس دي ما اترقتش ليه؟ الناس دي ما بتاخدش ممتاز ليه؟ لو الناس دي مخطئه طب ما حسبتهمش ليه؟ انما مش عمال انا عمال ادي فئه معينه عمال اعليها وعمال اديها في فلوس وهي المستفيده ودي. كل سنه هي المستفيده في كل سنه رغم ان مش عايزين برضو مش عايزين ننكر نقول ان مش كلهم ما بيشتغلوش لا في منهم بيشتغل وبيدي حقه للشغل العداله وفي منهم ما بيشتغلش انت حاسس بالظلم فاحساس الظلم احنا ده احنا فين من الناس دي على فكره بيأثر في الانتاج يعني انتوا مش ليكم نقابه والمفروض انها تدافع عن حقوقكم انتوا تلجأوا لها في نقابه بس للاسف النقابه يعني متفتته كل اتنين تلاته مع بعض ما رغم ان النقابه اللي موجوده الحاليه انا كنت من ضمن الناس المرشحه فيها والحمد لله رب العالمين ربنا كرمني وان انا ما نجحتش كنا متفقين كلنا وقرينا الفاتحه من قبل الانتخابات ان احنا ال11 اللي هينجحوا هيبقوا واحد يعني بمعنى لا ما فهمتش ليه الحمد لله ان انا ما نجحتش يعني ما عشان اللي هم فيه اللي هم فيه انا ما اقبلش ان انا اكون من ضمن المجموعه اللي موجوده ليه ايه مشكلتها ما انا بقول لحضرتك ان هي يعني متفككه كل اتنين تلاتة في حته مع ان انت بتقول عاهدته بعض ان في الاول في الاول يعني اتفقنا وجينا قلنا ان ال11 اللي هينجحوا هيعتبروا فرد واحد فرد واحد بمعنى ان القرار الصح كلنا موافقين عليه الخطا كلنا موافقين عليه ومعنى عارف ايه تاني مهم جدا احنا مش متداركينه كمواطنين عموما جملة درسناها واحنا اطفال الاتحاد قوة التفكك ده هو اللي بيخلينا في كل المؤسسات في مختلف النواحي والمجالات احنا مش عارفين نوصل لحل مش عارفين نحل مشاكلنا مش عارفين نجبر اللي فوقنا انه يحترمنا صح فحقوقنا بتضيع فانا مش فاهمة يعني طب ليه اسباب التفتت ايه مصالح متعارضة مثلا والله ممكن يبقى في مصالح شخصية في ناس بيضحك عليها بحاجات هي المفروض انها حقه يعني هو ده حقك انت هتاخده فهم بيوصلوا لهم ان لا انا هعمل لك ميزه كذا طب ما هي ميزه ازاي ده حقي فهو بيرضى وبيسكت هي دي المشكله انما هو لو داخل وحاطط في دماغه ان ربنا سبحانه وتعالى حطه في المكان ده عشان يخدم الناس اللي انتخبته فما كانش عمل كده دي حقيقه مش طيب انا الموضوع اللي احنا كلنا بنتكلم فيه ولسه بنتكلم انه لسه قائم انت بتقول كنت في الشركه من بدايه التسعينيات من 92 يعني عاصرت الشركه الكبيره دي للاسمنت قطاع عام وبعد كده قطاع خاص وبعد خصخصتها بعد كده احكي لنا التجربه دي من واقع بقى واحد عاشها هو بالنسبه لما كنا قطاع عام كنا المرتبات كانت ضعيفة جدا بس كنا مبسوطين ما كناش بنحب ناخد اجازات يا والله كنا كلنا بنحب بعض كنا فوق ال 4000 عامل 4000 عامل فوق ال 4000 ودلوقتي حاليا مش مكملين 1000 يا رغم ان احنا بالنسبة كمجموعة الشركة الاساسية 600 وحاجة 600 وي الباقي ده كله اللي هو مثلا لو قلنا مثلا 900 وحاجه او 1000 وحاجه الباقي ده كله عقود وعقود في نسبه حوالي بتاع 30 او 40% مصالح شخصيه اللي جايب ابنه اللي جايب حد يتابعه الكلام ده كله فاحنا كنا لما كنا قطاع عام كنا بنشتغل ويعني كان بتيجي اوقات كنا بنقعد باليومين والثلاثه في الشغل ما بنروحش كنا حابين شركتنا لان هي دي اللي ربتنا وهي اللي ربت ولادنا فلما جت اتباعت ليه بقى التحول ده في الانتماء يعني لا ما هي لما جت اتباعت عرفنا ان احنا كان مضحوك علينا لان احنا الشركه لما كانت قطاع عام كانت بتنتج يعني بنسبه فوق ال 70% من اللي احنا عليه دلوقتي
وكنا بنقبض مرتبات ضعيفة جدا، في مقابل ان احنا النهاردة بننتج نسبة مش زي اللي فاتت وبناخد مرتبات عالية جدا. فلما ادركتوا ان ان انتوا كنتوا مظلومين واتضحك عليكوا وكان بيتسرق مجهودكوا وعرقكوا، اختلفت بقى المشاعر، اختلفت الانتماء بقى خلاص، والاحساس بالظلم بيلغي الانتماء. يعني دي ما بيمشوش مع بعض. دي حقيقة. انا زي ما بقول لحضرتك الاول، كنا يعني لما كان الواحد بيجي ياخد اجازه كان بيبقى صعبان عليه، يعني ما شفتش مثلا فلان او ليه، لان متعودين ان احنا بنروح الصبح بنفطر مع بعض، بنروح نخلص شغل نيجي ساعه الظهر، كان في نص ساعه كده كنا حابينها قوي في الشركه اللي هي من الساعه 12 ل 12 ونص، دي المفروض بتبقى غدا او صلاه الظهر. احنا النص ساعه ديت كنا بنلعب كوره، كنا حابين جدا النص ساعه دي. اوقات كنا بنروح الشغل عشان شغلنا وعشان النص ساعه دي. ايوه. النهارده للاسف ما فيش. احنا معانا بعض الزملاء يعني بسم الله ما شاء الله يعني عاليين جدا رياضيا، بنتحايل عليهم عشان يجوا معانا النادي، خايفين. خايفين يجوا النادي. خايفين من الاداره. ايوه. ان المهندس بتاعه لا انت رايح النادي، لا يبقى انت مش بتاع شغل، انت مش، رغم انا اعرف ان في الدول الاوروبيه ليهم نص ساعة أو ساعة قبل الشغل رياضة. أيوه. بره. وشفتها على النت. احتكيت في ألمانيا بشركات وعمال أجانب وقارنت. عملت مقارنة، لقيت إن في فرق كبير بين العامل. يعني أنا يكفي إن أنا أقول مبدئيا نظرة المجتمع في الخارج للعامل كلها احترام وتقدير. يعني احنا للاسف لسه ما عندناش النظره دي. في واقعه بمناسبه الكلام بتاع حضرتك ده، كان عندنا واحد فرنسي، فكان ماشي، كان يوم قبض، فواحد زميلنا ماشي فمسك الشريط بتاع القبض بيبص فيه كده، فهو بيتكلم، الفرنسي ده كان بيتكلم عربي خفيف كده، فبيساله يعني ايه ده ومش عارف، فبقول له القبض، فبص فيه كده قال له ده وجبه، ثمن مرتب ثمن وجبه. فده حقيقي يعني، رغم ان هو فرنسي مش مسلم. ده يعني سبب تحويل مرتباتنا لاعلى، يعني ده اللي طالب هذا الرجل العامل الفرنسي. لا ده كان مهندس. مهندس. كان مهندس. هو بس الراجل ده لما عمل كده والمرتبات رفعت مشوه لان كان انسان كويس. ده حقيقة. كان انسان كويس فعلا، يعني كان كويس معانا احنا. أيوة. فطبعا ده ما يعجبش الاداره. ده حقيقه. ايوه. لان هو اللي راح يتكلم، هو اللي وصل المعلومه للمجموعه. ايوه. وبناء عليه راحوا بعتوا مذكرات واتعملت المرتبات واترفعت المرتبات. ايوه. والنظره للقصخصه دي يعني هي نظره عدم رضا. هي اساسا فاشله. وده راي اغلبيتكم ولا راي طارق الشيخ بس؟ لا 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 الاغلبيه. الاغلبيه لسبب، لان لما جم عملوا موضوع الخصخصه كل الشركات طلعت معاش مبكر والكلام ده. اغلبيه زمايلنا اللي طلعوا معاش مبكر كان يعني بيجي لهم ايحاء كده ان اللي هيقعد هيشطوه، هيمشي، هيقعد ياخد الاساسي بتاعه بس. فكنا بنتحايل عليهم. انا اقول لحضرتك على حاجه، القسم اللي انا كنت فيه اللي قبل اللي انا فيه دلوقتي، احنا كان عددنا 140 واحد، احنا النهارده اللي موجود في القسم 16 واحد. أيوة. من 140 بس برضو احنا خلينا نتكلم بصراحة ان مش دايما العدد الكتير لصالح العمل. لا انت ممكن ال 14 بس يكونوا فعلا ما شغالين. ما انا اقول لحضرتك على حاجة، ما هو العدد الكتير لسبب، لان احنا كان عندنا شغل كتير. ايوه. وكان المصنع كله شغال. ايوه. انما النهاردة انا رغم ان احنا كنا بنسمع ان في احتكار للاسمنت. ويعني كان في مشاكل خاصة بالاسمنت بالتحديد. على فكره انت عصرتها وحسيتها وقتها؟ كتير. احنا كان في منتج عندنا بيطلع، يعني ده كان عالي جدا. ده راحوا وقفوا الفرن بتاعه وعمل، طب ما انت عندك حاجه يعني بتعلي لك، يعني بتنتج لك وبتعلي لك لصالح يعني المحتكر بقى، يعني هم وقفوا هذا. لا هم يعني كل تفكيرهم بالنسبه عندنا الارض. الموقع بتاع الشركه بتاعتنا يعني موقع مش موجود في اي مكان في مصر. هم بقى لاغيين تماما
صناعه مش عايزين صناعه مهمه زي دي وبيفكروا مثلا يحولوه منتجع سياحي. وده بيرجع ده بيرجع للمسؤولين في الدوله. سؤال شخصي، انت بعد ما تتخرج من حقوق وتبقى بقى محامي قد الدنيا كده ان شاء الله، خلاص انت فاضل لك يعني وقت قليل قوي، هتتمسك بمهنتك ولا ممكن انت تحول الكارير بتاعك للمحاماه مثلا لاي حاجه لا تانية؟ كمحاماه انا يعني انا كنت بفكر بس حاليا مش حابب ان انا اشتغلها في الشركه. ايوه مش حابب. ايوه المفروض ان هم يقفوا مع الناس شويه. ايوه المفروض، لان دي انت شؤون قانونيه. كلمه شؤون قانونيه ده انا المفروض ان انا اعتبر اعلى سلطه في الشركه. المفروض ان انا الناس دي مظلومه ليه؟ انما للاسف لا، هم بيستنوا لما يروح لهم مشكله، واحد غياب بدون اذن، واحد مش مشاكل يروح يحقق معاه. لا انا مش عايز شؤون قانونيه تبقى حكايه غياب ومرضي والكلام ده. لا شؤون قانونيه يبقى معناه في مشكله في الشركه، ايه هي المشكله؟ ادور عليها واشوف الناس انت مظلوم في ايه واجيب لك حقك. ايوه طب ما انت ممكن تشتغل خارج الشركه مثلا شؤون قانونيه في اي شركه في الخارج. ماشي ماشي. ايوه لا انا بتكلم على حالي، على عندك الحالي. النظره دي يعني دي بامر الله دي. أي. اكيد بابا هو بيتكلم على فن إدارة الوقت، أخدتيه منه؟ استفدتي منه إزاي تنظمي وقتك؟ أنا بكلمك كممثلة لجيل الشباب اللي قاعد معظم الوقت على النت، قاعد على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، وما عندوش فكرة خالص عن تنظيم الوقت، قاعدين على القهاوي. فأنتي عموما ده جيل فاشل. جيل فاشل والله، ده رأيي. ان هو ما بيعملش حاجه. انا واحده من الناس، انا واحده شايفه نفسي ان انا هشوف نفسي لما اتخرج، ان انا حاليا دراسه على طول على النت، ممكن ابحاث، ممكن الخدمه الاجتماعيه فادتني شويه في حياتي، لكن اكتر من كده ما فيش. لكن تنظيم بقى وقت ان انا اشوف مثلا هعمل حاجه كويسه في حياتي. يا جماعه القرايه دي بتغير كمان في الشخصيه والفكر والوعي. الاجيال اللي فاتت كانوا ما يقدروش يعيشوا من غير قرايه. ما فيش الهوايه دي عندي. مفيش. لا هو انا كنت متمسكه قوي بالرسم، ممكن لو هو عندي وقت فاضي ممكن اقعد ارسم. ترسمي ايه بقى؟ بورتريهات؟ بترسمي مناظر طبيعيه؟ الكلام ده اي حاجه اللي كنت بتعلمها، بس اللي هو بقى الوشوش والكلام ده البورتريه لا. الوجوه لا، لكن مناظر طبيعيه يعني ممكن يستوقفك منظر معين تحس انك عايزه تمسكي ممكن بصوره وبعد كده برسمه. ده حقيقي. طيب انا اتمنى ان انت ما تغفليش الجزء الفني فيكي، سواء بقى تمثيل سواء رسم. عمر ما فكرتي تعملي معرض مثلا تعرضي فيه حاجات اللي بترسميها؟ لا فكرتيش ليه؟ خالص مش عارفه. هنا بقى تشجيع بابا وماما بقى المفروض. لا يعني الجزء ده في شخصيتها جميل جدا، فهل انتوا واعيين بيه ومهتمين بيه ولا ايه؟ ماما يا ماما ماما مش عايز تتكلم. ماما اتكلمت في موضوع السنه بس اتكلمت على طول بطلاقه. انا اصغر منه 10 سنين بس. ليه مش لا انا شجعتها؟ لا شجعتها كتير، و كان يعني كانت بتيجي اوقات كانت بتطلب مني اقلام وحاجات وكده، وكان بروح اجيب لها، واوقات هي كانت بتروح تجيب. انا الحمد لله يعني انا حابب اولادي اللي هم عايزينه بيعملوه. انت ديمقراطي يعني ساره تسيب لها مساحه الحريه لها تختار مستقبلها. أكيد. تختار زوجها. بس الصح يعني في نقط بنقف عندها وبنقعد نتناقش. مش كل حاجه حاضر لا، في حاجات بنقعد نتكلم فيها. ايوه فمش كل يعني مش كل في حاجات بنقف عندها بقول لها لا ده لا اعملي كذا ما تعمليش كذا، فبتقول لي بابا لا خلاص طالما قلت يعني اعملي كذا يبقى خلاص. ايوه يعني في بعض الحاجات مش في كلها، يعني في حاجات لا في ستوب يعني هو لغايه هنا وما ينفعش تتكلم. ايوه بس دي حقيقه. طب نسمع صوت اسماعيل بقى. كابتن اسماعيل ازيك يا كابتن اسماعيل؟ سامع ان النت والالعاب يعني واخده وقت منك كبير جدا، ايه بتلعب ايه بقى على النت؟ سبواي سيرفرز. دي جميله جدا. طب وكاندي كراش وتمبل ران والحاجات دي كلها ما فيش هي سبواي محقق فيها سكور عالي؟ سكور عالي.
لا وبيلعب برضو السلاحف النينجا. ده انت هريني كل شويه تلعب وهو كتب لي سلاحف النينجا. طيب انت رياضي زي بابا بقى ولا ايه؟ مفيش اصلا لعب السلاحف النينجا. كرتون هو كرتون و... لا حماده هو اللي طالع زيه. الرياضه في حماده بطل المعهد 3 سنين مركز اول. ايوه تنس طاوله. حماده ده الكبير. حماده ده ابني. ابني ده اللي طلع رياضي زيك. اخويا حامد اللي اكبر منه على طول هو اللي بيدربه. أيوة. احنا اساسا كلنا بنلعب تنس طاوله العيله كلها يعني، بس حامد اخويا هو اللي متبنيه بقى فهو بسم الله ما شاء الله يعني متفوق على نفسه في تنس طاوله. وعايزين اسماعيل برضو يبقى رياضي يعني خساره. الرياضه دي بتكون الشخصيه. اسماعيل بفكر ان هو يلعب بوكس. بوكس عشان عصبي. طب وساره؟ لا الرياضه لا لا ما فيش خالص. الاول كنت ممكن اروح مع بابا لما بلعب مطوشه والكلام ده، لكن انا انتمي لمجال الرياضه ده. لا بتتبسطي ببابا لما بتلاقيه بيلعب في ماتش رياضي وبشجعه قوي. بتشجعيه؟ كان على طول بياخدني معاه حتى في النادي والرمايه وكده، كنت على طول بروح معاه. ايوه كنت مبسوطه جدا بيه. انما ان انا انتمي بقى للمجال ده نفسه لا عمري ما فكرت خالص. أيوة. بس اول مره كان عايزين يخلينا نلعب كره قدم، بس الفكره نفسها يعني لا قلت لا. كره قدم يعني لما تشجع ساره على الرياضه. ايوه فكرت لا كره قدم. كان معايا واحد زميلنا يعني ربنا كرمه حاليا دلوقتي بيدرب بره في الخليج، كان ماسك نادي عندنا، فعمال بيقول انا بكون فرقه ومش عارف، فقلت له خلاص هجيب لك ساره. ايوه فقال لي ايه؟ قال لي عندها كام سنه وكده، كان هو السن اللي هو كان ماسكه في الوقت ده. فقلت لها خلاص يلا تعالي وكده، فقالت لي حاضر، وبعد كده قالت لي لا. لقيتيها صعبه شويه بس على جميله جميله على فكره اللي انت تلعب. بس قلت بعديها بس نورهان بقى اشد منها. نورهان لسه جايبه لي خبر النهارده ان خدوها في المدرسه في كره اليد. ما شاء الله. عيله جميله سعيده بيها تماما. ربنا يبارك فعلا تقدروا على المجهود ده. استاذه امال يعني قلبي معاكي، لان العبء الاكبر طبعا انت يعني اللي بتتحمليه. بشكرك، انت مثال للعامل المصري اللي عنده ضمير الواعي الطموح اللي ما اكتفاش وقال انا كبرت، لا تحدى كل الافكار الواهيه الباليه دي ونزلت وتعلمت وكملت ووصلت لحقوق. ففعلا احنا لازم نفخر ربنا بيك وبكل امثالك. انا اتمنى والله ان يعني ما حدش يبص للسن، لان اصل التعليم مش محتاج سن ولا حاجه. انا لما جيت اقدم جامعه القاهره قبل ما اقدم حقوق في الجامعه اللي انا فيها، رحت لقيت واحد عنده حاجه و60 سنه، فانا فرحت بيه والله وشجعت وكلمت وكلمت يعني انا كلمت أنا كلمت اخواتي وكلمت زمايلي. ايوه ان يا جماعه يخشوا، لدرجه ان في بعض الزملاء وفي اخويا معايا في البيت كلمته قلت له خش، لو موضوع فلوس انا ادفع لك الفلوس في الاول، عايز ان انا اشجعه ان هو يخش. ايوه بس للاسف هو حاسين ان السن لو راحوا الجامعات وشافوا الاعمار هناك هيعرفوا ان هم بالنسبه لهم اطفال. ايوه ده حقيقه والله. يا ريت نسمع الكلام ده فعلا ونستوعبه. وبشكرك استاذ طارق الشيخ، استاذه امال، ساره واسماعيل، وكمان الجزء اللي ما حضرش النهارده معانا من العائله. بشكركم اعزائي المشاهدين على متابعتكم لينا، والى اللقاء قريب ان شاء الله واسره جديده مع بيت العيله.